بالنسبه لسيدكم هذا العام الحمد لله حنا كنتواجدوا في استوديو العرش اللي نجلس فيه واحد العدد كبير من سيدكمات واللي كيفكرني بذكريات زوينه ومؤلمه في نفس الوقت. فسيدكم ديال هذا العام اللي هو حي البهجه اللي دانا في الاجواء ديال مدينه مراكش، المدينه العتيقه، المدينه اللي عشت فيها الطفوله ديالي، المدينه اللي جبت منها كي تنقولوا البركه ديال هذا الميدان اللي انا كنعيش منه الحمد لله، اللي دخلت عليا مباركه مسعوده كي تنقولوا. وان شاء الله غادي يكون العمل زوين لانه حنا بدلنا واحد المجهود كبير، حنا كنضحكوا في نفس الوقت وحنا خدامين كنشتغلوا، فما يمكنش هذاك اللي كنقولوا حنا العمل اللي حنا تكرفصنا فيه وبدلنا فيه مجهود كبير غادي يطيح. ندخلوا للاستوديو ما كنسخاوش نخرجوا منه، عايشين جو بعدا مريح بيناتنا، جو كله حب، كله شي رد البال، شي يعني ما عندناش ديك المساله ديال الحساسيه من شي بالعكس فرحانين مع بعضياتنا، ردين البال لبعضياتنا، مقشبين مع بعضياتنا. حنا عايشين لان سيدكم كيهضر على واحد ثلاثه ديال الاسر اللي هما اللي كيمثلوش حي البهجه، فهاد ثلاثه العائلات عايشين حنا نيت بحال شي عائله تماما. حيت انا دائما تنقولها، تنقول ملي كيكون عمل وتيكون الاجواء ديالو زوينه تينعكس على العمل كيف ما كانت، الا كانت خايبه كينعكس على العمل والا كانت مزينه كينعكس على العمل. فهذا الحمد لله هذا الشيء قلت لك انا راه غادي يكون هذا سيدكم ان شاء الله زوين والجمهور ديالنا غادي يكون فرحان وان شاء الله ما يكون الا الخير. انا لعبه قمر، هذه شخصيه جديده على حتى المشاهد الكريم لانه انا اول مره كنلعب هاد لي بيرسوناج، عايشه واحد العالم بوحدها، فما نحرقوش الدور ديال قمر غادي من خلال، ولكن في بشكل مريح، بشكل ومع خلاص مع فاطمه اللي هي سكينه درابيل، تلاقينا انا ويا حمقات بجوج. فتنتمنى ان شاء الله يكون العمل زوين.